أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعتري الشخص أحيانا قصور في مواصلة النوافل، فهل الشخص يقول يعتري الشخص أحيانا قصور في مواصلة النوافل، فهل الشخص في هذا تنقص ولايته لله في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان هذا من باب الكسل فإنها تنقص ولايته لله. أما إذا كان هو من باب العذر، نام ولا مريض ولا، فهذا لا ينقص، ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.